اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده على الطريقه الصعيديه. بنعيش معاكم العادات والتقاليد في القريه المصريه هنا في قريه المواساة بالبصليه قبلي مركز ادفو محافظه اسوه. من اجلك يا حبيبي غفرت لهم ومن أعزائي المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين. عاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان طبعا مرتبطة بالكرم والترابط، وطبعا بنشوف أنه في وقت العصرية بيبقى الناس بتجري تقعد قدام البيت علشان انه لو في ضيف معدي، لو في الافطار بيبقى غالبا كده في القريه. واحنا هنا في قريه المواساة البصريه جبلي مركز ادفو محافظه اسوان بنعيش معاكم العادات والتقاليد دي، وامام ديوان الشيخ سعد. اهلا بك. كل سنه طيب يا شيخ. السلام عليكم. حاج سعد خليفه. الله يبارك فيك. مامور جمارك سابقا باسوان وحاليا بالمعاش من سنه كده يعني. اهلا بك. رجعنا البلد يعني. هذا كنت مقيم في اسوان؟ كنت مقيم في اسوان. وبعدين كنت بتيجي البلد في المناسبات؟ وكنت باجي برضه خميس وجمعه برضه نشوف الناس، لانه مرتبط بالبلد هنا، انا ارتباط كبير واولادي هنا برضه في البلد. تمام. فما اقدرش ابعد من البلد يعني، فكنت بروح اخذ ايام العمل هناك وباخذ خميس وجمعه هنا، فارجع على البلد ثاني وارجع من اول اسبوع برضه لحد اكون هناك في اسوان يعني، واستمر لغايه يوم الاربعاء يوم الخميس وارجع ثاني يعني. يعني انت يعني فتره الشغل كله حضرت رمضان في اسوان اغلبه. وحاليا في القريه. ايوه في البلد. حاليا في القريه بس برضه في رمضان كنت بستمر هنا في البلد مده اطول من يعني، كنت بحرص على انه اجازاتي اخذها في رمضان، ولو كان برضه في راحات عندنا وكذا اجمعها برضه على اساس رمضان. يعني اجمع راحات. انا كنت عايز اسالك الفرق بين رمضان في القريه والمدينه. لا ده فرق كبير خالص. فرق شاسع. بالطعم هنا طبعا في المدينه تقريبا يعني، رمضان او غير رمضان فروق بسيطه خالص، يمكن مواد الرحمن هي اللي ليها شكل شويه، واقامه صلاه تراويح بالليل، ما فيش اكثر من كده. لكن احنا هنا عندنا شهر رمضان ده اولا اللي معاه مصلحة بيقضيها الصبحية بالنهار يعني. العصرية ده بيبقى يعني تعطيل تام لكل شيء. بتبقى الناس بس مستعدة للإفطار من العصر. والناس مستعدة. أنا بس أنا عندي هنا قدام بيتي لازم بفضل هنا العصرية ما يمشيش، لازم أكون موجود. يجي قبل العصر قبل المغرب بمدة، أنا أطلع هنا الأكل بتاعي وأعمل مائدة هنا، لربما حد يجي فايت برضو غريب أو جاي من الزرع أو متأخر أو كده، فتفطر الناس عادي. جنبية مثلا جيراني الحاج عبد الرحيم بيعمل زيي، ما يتكلش مثلا يقول انا عامل مثلا او بفطر برا وهو، لا كله برضه زي بعضه. بعد غير كده بقى ده حاجات اللي هي الحاجات البسيطة، لكن احنا عندنا كل يوم في افطار مجمع في القبيلة دي. يعني احنا مثلا قبيلة المحمدات هنا عندنا كل يوم النهارده عند الحاج سعد كل القبيلة تيجي تفطر هنا.
الناس الشباب والكبار كله يفطر هنا. بكرة عند الحج عبد الرحيم جنب مني برضو الناس تاني تفضل تتجمع تاني في نفس المكان، ونفضل لغاية صلاة بنصلي المغرب مع بعض، وبعد كذا لغاية صلاة التراويح. ولو في ضيف بنتجند معاه، لو جاي ضيف غريب ما نقول، بنفضل برضو أهل القبيلة كلنا بنجتمع في مكان واحد ونفطر مع بعضينا، كله بيفطر مع بعضي. وصلى وطال إله يموت شهيدا لا شيء عليه، ويموت شهيدا لا شيء عليه، ويعطى قصور بجوار سيدنا النبي. فتأت الحواري تسأل الافطار. الناس بتبقى كل واحد قدام الديوان بتاعه، بس انتوا بتقعدوا تتسامروا لحد قبل الفطار بشويه، وفيه الافطار الجماعي بتاع القبيله كلها. والله يا استاذ محمد الفتره دي اللي هي قبل الافطار احلى واجمل وافضل فتره. ليه؟ الانسان بيبقى مستعد للافطار واستقبال الضيوف اللي هم ايه طبعا مارين دون متاخرين في زرعهم، مشوار عبر سبيل، ضيف غريب عن البلد. فلازم زي ما قال لك الحاج سعد، قدام كل بيت بتبقى في حصيره واثنين وثلاثه، اقل حاجه صينيه للضيف اللي معدي. وغير كده طبعا الفطار المجمع اللي بيقول لك عليه الحاج سعد، كل يوم عندي واحد، النهارده عند الحاج سعد، النهارده الحاج عبد الرحيم، بكره عند الحاج ناصر، وهذا كذا مستمره طوال شهر رمضان. ناجي بقى على بالليل ان شاء الله زي ما قال لك برضه الحاج سعد، بعد اداء المغرب في جماعه، صلاه التراويح برضه في جماعه، والتجمع في اماكن معينه في ديوان الحاج سعد، ديوان الحاج عبد الرحيم، وفي ديوان العام هو بتاع القبيله خاص بتاع عيله المحمدات. ده بصفتي انا ككبيرهم بجمعهم شويه شباب، نقعد نسهر لغايه السحور، نقرا لنا خمس اجزاء في اليوم مع المشاريب بتاعتنا، ضيف جاي زايرنا من القبيله المجاوره لينا. بتعملوا لها ميزانيه دي ولا بتيجي كده يعني؟ لله مسهل تبرع. لا الناس الكبار مع بعض، كل واحد مع بعضين. مش كثير يا استاذ محمد، خيره كثير من جميع النواحي والله. الحلويات في بيته يوميا برضه، كل واحد يجيب شنطه، جايب بسبوسه، جايب كنافه، اللي فيه النصيب دي ثابته كمان. كل مثلا خمس ايام مثلا بنختم الختامه دي، تلاقي ثلاث اربع خمس صواني مشكله، كلاش على بسبوسه، على الحلويات، على كل ختامه بتلاقي فيها خير. وغير يعني غير الختامه بتلاقي وسطاني برضه في الايام اللي هي ايه الوسطانيه دي، ما حد موجوده. حاج ناصر طيب، اختلف رمضان عن زمان؟ يعني زمان كانت الناس يعني العمليه محدوده، فاللي عنده مثلا شويه ميه ثلج في ثلاجه، عنده ثلاجه بيدي، اللي عنده شويه لبن بيدي، يعني برضه دي حياه في القريه، خير في القريه. ايوه ان شاء الله، كل سنه وانت طيب، وعود علينا وعليكم اليوم بخير يا رب ان شاء الله. اخوك الحاج ناصر بسالم من البسيليه نجع الموساد، ان شاء الله كل سنه وانت طيب، وبنحتفل كل سنه شهر رمضان زي كده، وبنذبح ذبايح. الذبايح دي بنذبح كل اربع انفار، بنشترك في ذبيحه بقره يعني عجل عجله كده، وبنقسمها يعني على بعض من كل 10 ايام. كل 10 ايام بنذبح يعني ان شاء الله باذن الله، وكل فطور وسحور. والناس اللي برضه دي تعتبر اطعام الطعام، دي حاجه كويسه يعني. بنفش كل واحد في ديوانه، ومعانا ديوان برضه بتاعنا كله مع بعض القبيله كلها، وبنعمل الفطره دي، وبنعمل السهره بالليل بنسهر فيها ان شاء الله، وما شدين يعني 100 100 ان شاء الله. حافظين على العدد دي من زمان يعني؟ من زمان، من جدودنا. تجمع الناس من جدودنا. هو احنا لقينا برضو الكبار بتوعنا بيعملوا كده، الناس بيقولوا من الجدود. بس احنا اختلفنا عنهم في حاجه، هم كان في رمضان ما يفطروش في الدواوين الخاصه، لا كله يفطر الناس الكبار في الديوان العام بتاعنا اللي هناك ده. كل واحد يودي الاكل، يصلوا المغرب ويطلعوا برضو يروحوا هناك في الديوان ده ويفطروا. يقول لك لا، في ناس تيجي فايته كده، كان بيفطر
متجمعين اكثر مننا كمان. تمام. كانوا يعني في يعني معنا. التجهيز في اكلات معينه مشهورين بها هنا ولا الاكلات التقليديه؟ احنا في لا في اكلات معينه في الناس هنا طبيعي يعني كده في رمضان يعني بالذات بتحب الفته. الفته دي اول حاجه. في حاجه اسمها الخمريج. ده في الناس الكبار والستات الكبار مداومين عليه زي الابريق بتاع الاسوان ده برضه من طقوس رمضان. خمريج ما بتعملش غير في رمضان عندي. تمام. خمريج ده بيعملوه ده عيش بيتعمل زي الفطير بس ادخن شوي. ومز حلو يعني بيتعمل بالويكه يعني بنخلط له ويكه بالعدس بالعدس والسلطه وشويه الرز فوقها عاد مع اللحمه لازم غير الشوربه. غير الشوربه يعني لا غير الطبيخ اللي هو العادي. دي فتة الشوربه عباره عن ايه؟ لا بالنسبه الشوربه دي بتختلف من بلد لبلد. الشوربه دي بتتعامل مع الفطير ما تمشيش مع الخمريج مع الفطير. لكن مع الخمريج في ناس بتعملها بالعيش الشمسي ويتحط عليها الصلصة. أيوة. والرز. لا ده مش عندنا بتاع المدينة. ايوه ثاني برضه بالعيش اللي هو الملتوت ذاتي بيتفت وفي منه بتخلط الشوربة الملتوت اللي هو الشمسي. شمسي. بشوية احنا عارفين انه الستات بيخبزوا دلوقتي يعملوا العيش الشمسي. هنروح للسيدات ونشوف الفرن البلدي والعيش الشمسي. وما زلنا مع مشاهدينا واحنا في هذا الشهر الكريم هنا في قريه المواساة نجع المحمداب في البصريه قبلي مركز ادفو محافظه اسوان. نروح مع بعض. يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا رسول الله يا عريض الجنه يا رسول الله يا عريض الجنه جينا أجمل شهر فيه نور وسلام اسمه رمضان فيه صلاة وصيام فيه زكاة وقيام. أعزائي المشاهدين كل سنة طيبين. شهر رمضان ليه طابع خاص في كل مكان. في القرية المصرية احنا في البصرية جبلي في قرية المواساة النهاردة بإدفو بنشوف يعني انتقلنا بالكاميرا لقرية مصرية علشان نشوف العادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان والاستعدادات الخاصة باليوم في رمضان. يعني بيبدأ الخبيز في كل بيت لكن في اماكن مثلا بنلاقي في المطبخ وحتى في القريه المصريه في المطبخ وفيه البوتاجاز لكن الفرن البلدي والعيش البلدي والكانون الخبيز والطبيخ على الكانون او على الموجد زي ما بيسموه حاجه اساسيه. حاجه سيده اهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبي. وانت طيبه. وانت طيب. انتوا يعني هنا في شهر رمضان احنا في شهر رمضان دلوقتي تستعدوا من الصبح كده بتبداوا انتوا ايه تجهزوا للفطار؟ بزلوا الفطار ونحضر ونعد العصير والليده والاكل وكل حاجه. طبعا احنا شايفين الخبيز اهو. والخبيز شغال وكل حاجه شغاله. بتصحوا بدري؟ يعني نقول من بعد السحور. من بعد السحور، نصلي الفجر قبل بعد الفجر على طول نشتغل. بتشتغلوا؟ على طول. بتبقوا مجهزين خميرتكم وحياتكم ولا بتعملوا؟ وخميرنا وكل حاجتنا. وبعدين؟ وانا يخبل احنا ودامنا ونحضر كل الحاجات يعني وبعد الدور نبدا على طول. طيب الفرن البلدي اللي احنا شايفينها دي موجوده في كل بعض البيوت حاليا ولا في كل بيت زي زمان؟ في كل بيت وفي يعني اللي كده واللي كده. يعني مثلا بدل ما كل واحده تخبز لوحديها هنا بيتجمعوا مع بعض. نجمع نوفر في الوجيد ولا تسموه الحوم هنا؟ الحوم. بنوفر فيه. بنوفر فيه. مجهزينه هنا هو. مجهزينه وكل حاجة ونعد. وبعد كده ايه بيبدأ بعد كده العيش بعد ما يستوي. وكل نعجن العجين وبعد كده ايه؟ نقطع. وبعدين نخمر. نحطه في الشمس. والشمس ويخمر على لغاية ما يخمر وين نخمر. العيش ده من أيام الفراعنة خلي بالك. من يوم الفراعنة احنا ما بطلناش عادتنا. قاعد زي ما هو. بطلناهاش أبدا. الشمس بتاعنا. أيوه الشمس. فبيبقى كمان فيه الناس الستات كلهم بيتساعدوا بعض يعني. اللي يحمي واللي يرمي واللي يجيب واللي كله يعني بيساعد بعض. حتى حاجة سعيدة زي. طيب. الله يخليك. حتى العيش بيطلع في ده مصنوع من الزعف اسمه ايه ده؟ ده الخوص. طلع فيه العيش. طبق. الطبق. الطبق اللي هو بتاع اللي معمول من الخوص. من الخوص. من الزعف بتاع النخله. فكمان في هنا بيطبخوا مش خبيز بس يعني. لا الطبيخه. نركب الكانون ونطبخه.
كل حاجة. بتحطوا يعني الحطب أو الخشب في على الموقد، نجيب قوالب ونحطه ونطبخ عليه. البرمة دي الفول ولا الفخار دي؟ الفخار. والملز اللي نحطه بالفول. أيوه. يعني احنا بنستغل الفرن انها شغالة ونحط نعمل كذا حاجة. كذا حاجة. بنعمل ايه؟ نعدل اللز العيش واللز الملز. ما كمان حاجة عاوزة تعدلها شوية خمريج شوية حاجة شوية معك صينية نحطها برد. طب حاجة سيدة أخبار حاجة ربيعة أخبارك في كمان الفطير بيعمل الفطير هنا. هذا نشوف فطير نعمل خمريج على الدوكة على الساج ونعمل ملتوت ونعمل سلطة في رمضان ونبلح كل حاجة في رمضان جاهزة على كل الحاجات دي. يعني طول انتوا بتعملوها السنة كلها ولا عشان رمضان بس؟ رمضان بس في رمضان بس في رمضان كل سنة انت طيب خليك ربي يا لك. والحاجة هنا ازيك؟ نعم طيبة وانت طيب الله يخليك. اهلا بيكي. يعني الفطير اللي بتعمل في الفرن ده اسمه فطير اسمه الرقاق ولا اسمه ايه؟ فطير نشبع بالطبلية. بالطبلية نص فطير. ده بتعملوا له ايه؟ بتاكل معاه ايه؟ بتاكل بلبن وبمرقة. بمرقة؟ بلبن وبمرقة. وبتاكل المرقة. طيب في كمان في ناس بتجيب الطاجن كده وتقطع البصل وتحط فيه لحمة، ده اسمه ايه ده؟ بطاطس. غير بطاطس ده اسمه ايه؟ ايوه السخينة؟ بشاميل. ايوه والفخار تحط فيه طماطم وبطاطس وبصل وتخرطها وتحط فيه وتحط في الفرن. بتحط من فوق يغلي وبعد ما تخلص خبيز في الفرن وتحطيه. ايوه يبقى ايه؟ حطه يبقى في الطاخ بعد احسن من فوق البوتاجاز. احسن من البوتاجاز. والعيش اللي معاه ليه بتعملوه في الجنب بالابره؟ كنت حطه يتقرح. تقرح يتقرح وتحط في الفرن. يسلم. طيب كان معين في الشمس يعني هو مثلا لحد امتى كده يخمر وننزله طلعه من الشمس نقرحه وتحط لما يقف وتحطه على الفرن تحمي زي كده وترميه في السال. طب لو طول لو قل خميرته بيبقى ايه؟ معجن. ما ينفع عجنته تبقى صافيه العجينه بتاعته والخميره. لو زاد في الشمس. ايوه الشمس لا يطفي. يطفي من الشمس ومرر. ومرر مش حلو. تبقى خميرته زايده. ما نعمل كده خميرته مظبوطه وعصيته مظبوطه. ونعمل القصبي. ايوه وتحط ونخمره وبعد كده نرميه في الفرن. ايوه حتة الخميرة دي بتقعد في البيت على طول. بتقعد زي الترباية على طول. خميرة جاهز. لا احنا على الخميرة الأصلية. ترباية. ايوه ترباية بنعملها. وتحطوها في الدقيق. نحطها في الدقيق لما نجي نربها نحط الترباية ونحط البيرة عليه. اللي هي الخميرة الأصلية يعني. ترباية. كده غليظة. بتطلع أحلى. هي أساس العيش. أساس العيش. ترب عليها الخميرة. ترب عليها الخميرة. تعجن عاد بعدين نخمره زي كده في الشمس. نخمره. كده لما يخمر تبقى الفرن جاهز كده شويه كده يبقى عالي. وبعد كده عاد نقرح بالابره ونرميه في الفرن. حاجة سيدة الاكلات بتاعت رمضان زمان اختلفت عن اختلفت ازاي؟ كان ناس بتعد الخمريج وتفتوا بالويكه والحاجات دي يعني والحاجات الاكل القديم مش زي بتاع الجديد. يعني في السحور بيبقى في حاجات خفيفه اللبن والفطير لبن وحاجات زبادي بياض مسلوق حاجات زي دي كده. العيش اهو ما شاء الله طلع اللهم صل على النبي. قريب قريب. ده العيش اللي هو بتاعنا بتاعنا هنا الشمسي. الشمس. تمام. الافطار بقى بيبقى عباره عن حاجات ثانيه. اشهر الاكلات عندكم هنا ايه؟ فته ونعدل سلطه عليها شويه ملوخيه ويك يعني عاوز تغمس غميز وبلح وسلطه وحاجات زي دي. انا اكل طواجن حاجه ثانيه. الطواجن بنطبخ طواجن. طبعا في اللي بيعمل ايه؟ بنعمل في الطواجن. في ناس ماسكه تاع زمان وفي ناس بتعدل في الحليب. طيب الجيل الحالي يعني البنات الصغيرين بيعرفوا يخبزوا زي كده ولا؟ تعلمت بتعدل. ايوه بتعدل. بتعدل. والكبيرين بدك تقعد والصغار بتعدل. تديها شغلات تشتغل. طيب يعني ال القريه يعني كان فيها ايه؟ نلاقي كل حاجه الجبنه والبيض والسمنه والعيش والخبيز. هاي ما تجيبه. تحلب. قلت عن الاول بس. ايوه قلت. والطير بقمز الاول برضه. يعني الوقت تغير على حاجة البيت احسن من بره.
طيب بدك تبعد على على يدك زي اللي جايبه من برا؟ لا لا ما ينفعش. يعني في برضه الستات بيخضوا بالقربه والحاجات دي ولا بيعملوا السمنه ازاي؟ غسالات. غسالات؟ ذاك الشعر مبطل ذاك التعد الغسالات. والجبنه بتتقطع بالسكينه كده في الحله؟ في لا احنا ما عندناش لا بنعدله مش نحميه في حله ده كمان البرام بطلت في حليل ونعدله ونصفيه ونحطه في مصفى ونحطه في علبه بتاع ملز جره حاجه زي البلاص بطلت ولا قاعده بس لازم بتتحط لها حاجات تاني كده وتقعد للسنه اللي بعديها تتحيق وتحط له كمون وتحط شطه وتحط اي كل الحوايج وبعدين عاد تقفله وتشوفه لو برمت تدوسه يعني عشان ما تدوسه نصفيها نقلبها على وشها كده على ارضيتها كده وتصفى لحد ما تنشف صبي حتى نقفلها نقفلها تاخذ السنه دي بعدين نفتحها عاد بعد ثلاث اربع شهور بعد ثلاث اربع شهور ولا بعد سنه؟ ثلاث اربع شهور تبقى حمراء حمراء وحلوه احلى من الجبن واحنا وبعدين كمان في الوقت ده تحط لها ممكن ايه؟ شويه قشر يوسفي برد ايوه بركان حاجات زي دي شويه ترمس ايوه حاجات حلوه حاجات حلوه دي اثريه مش زي الشغل ده الجيل الحالي لا وبعدين ده بالنسبه لل احنا قلنا برضو في السحور حاجات خفيفه في الاكل ايوه جبنا زبادي زبادي الزبادي اللي هي بتاعتنا بتتعمل في 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 الطاجن دي في ولا بتعملوها ازاي من اللبن مش 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 اللي بتشتروه من برا اللي بتعمل في البيت يعني من اللبن وفي ناس بتاكل رايب الرايب رايب 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 نضرب الرايب كده وناكل على كده نشيل الوش كده بتاع نشيل الوش ونغرف من تحت كده هو اللي تحتيه ده هو الزبادي هو ده وزبادي صحي كمان ايوه بيبقى حلو كده يعني والله وطعمه حلو قوي فول خيار حاجات زي كده فالبلد لما بتبقى بتعمل حاجتها بنفسها بيبقى احسن يعني القريه بتنتج يلا ما اشتري حاجه بقت غاليه دلوقتي ذاك البيضات يا ولد اللي ما فروجات بيعاتل فيهم قالوا بيضتين ثلاثه تمشى فيهم ايوه لكن ذاك حتروح مشي حاله مشي حال ثلاث بيضات ب 10 جنيه اربع بيضات ما حاجه البيت احسن انضف ما برضو على يدك طب زمان برضو اختلفت العادات بالنسبه لشهر رمضان يعني يعني كان زمان في جامع واحد في البلد ما كانش في كهرباء كانت تعرف الاذان ازاي بالراديو ولا بال دك جوامع مليانه كل در فيه اثنين والناس بتسهر تقعد لغايه السحور لغايه السحور لغايه السحور ما فيش مسحرات يعني زي زمان لا يا راجل في يدان بس بتطلع اوله كده يعني واحد زي عادات زمان عادات روتينات كده بس زمان كانت الناس تنام بدري بعد بعد التراويح كده تنام دك فيش حد بينام كله بيسهر لحد كله بتسهر لغاية ما تاجي اثنين ثلاثة وتتسحر وفي ناس بتصلي الفجر وتقعد وفي ناس كنا بنروح البحر وبنروح التاع ونجيب التاع ذاك ما فيش مية كنا بنروح نجيب مية كانت في البيوت لا ما فيش كنا ملاهم البحر وناجي كنا من البحر نتسحر منيها ناجي والله يعني الستات دول كانوا بيعملوا حاجات كل حاجة عليكم خبيز والمية تتجاب وكل حاجة كل حاجه بالبلاط الكبير نجيب مي بالبلاط الكبير نروح بعد الفجر ونروح نجيب مي ونعجب من البحر نجيب دورين ولا ثلاثه حتى الشمس تطلع يعني العمليه اريح حاليا يعني اريح طب ازاي نعرف الرغيف المستوى بصي خف عن الاول يعني هو طالع من الفرن كان ثقيل بقول لك وعارف كانت الناس بتصنع في الليل الحريم العيش ايوه كان بالتاو وتاع قيضي والحاجات دي كانت مش زي تاع غير بالتاو عن يختلف عن ده قيضي وشعير كان قبل كده كانت وحلو وخلطوه مش زي يعني الوقت ده كانت تصنع فله تعدل له قرصين تعدل له فطيرتين تاكلهم بلدي وتاكل ما انت برضه تقولي لنا الحياه تقولي لنا الفطير وال بيقول تقول لي في حاجه اسمها بتاو غير العيش بتاو القيضي والشعير ايه بتاو ده غلط قيضي كانت شعير ونعدل الدوكة بيه وكل سنه وانتم طيبين طيبين
أعزائي المشاهدين، عشنا معكم النهاردة يوم رمضاني جميل في قرية مصرية، في قرية المواساة بالبصرية قبلي مركز إدفو محافظة أسوان وعلى الطريقة الصعيدية. شكرا، وكل سنة وكل مشاهدينا بألف خير وسلام.